السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، النهاردة احنا يعني الموضوع بتاعنا بروبلم سولفينج في الروماتولوجي. انا يعني كنت قابلت حضراتكم يعني يوم الاحد الماضي، ويعني شرحنا يعني ازاي الواحد يعمل كلينيكال اكزامينيشن لحالة روماتولوجي، وساعتها خدنا حالة بتاعت روماتويد ارثرايتس. النهارده دلوقتي هنعمل البروبلم سولفنج، والبروبلم سولفنج ده زي ما انتم عارفين كويس قوي ان اصلا في ورقه اسئله كامله في الامتحان بتبقى بروبلم سولفنج. انا مش عايز اضيع وقت حضراتكم ونخش على طول على الكيسز. تمام. الحاله اللي هي الاولانيه، تمام، اشتغل الكرسر. تمام. الحاله الاولانيه دي ب 25 سنه، بنت presented with fever of 1 month duration with generalized myalgia, pain and swelling in the small joints of both hands and feet and easy fatigability. الاكزامينيشن ريفيلد بالور وعندها erythematous مالر راش، areas of non-scarring alopecia and an ulcer on the inner aspect of the cheek. اذا دي عيانه 25 سنه عندها فيفر وعندها مايالجيا وعندها ارترايتس وعندها فاتيجابيليتي وعندها بالور وعندها ميلر راش ونون سكارينج الوبيشيا وعندها ألسرز في الماوث في الانر اسبيكت اوف ذا تشيك. كمان السي بي سي بتاعتها ورتنا ان الهيموجلوبين بتاعها 5.5، يعني العيانه ماركتلي انيميك. طيب ايه بقى البروفيشنال دايجنوزيس بتاعت العيانه دي بالنسبه لنا؟ طبعا البروفيشنال دايجنوز بتاعت الحاله دي ان دي حاله سيستميك لوبس باينه جدا جدا. طيب من الحاله بتاعت سيستميك لوبس ايه بقى الانفستيجيشنز اللي انا عايز اعملها عشان اكونفيرم الدايجنوزز بتاعي؟ خدوا بالكم يا جماعه لما يقولوا لكم ايه هي الانفستيجيشنز تو كونفيرم، برضو فكر في الحاله اللي قدامك، يعني فكر ايه الانفستيجيشنز اللي افيلبل اللي عندك وايه الانفستيجيشنز اللي ناقصاك. ساعات ما يقولكش تو كونفيرم، لا يقول لك وات انفستيجيشنز وود يو لايك تو فور ذيس بيشنت. مثلا احنا اي انفستيجيشنز في الدنيا لازم بتتقسم لمراحل او يعني لافكار. الفكره الاولانيه من اي انفستيجيشنز ان انا نمره واحد، ان انا استبعد ان انا اكونفيرم الدياجنوز بتاعي واستبعد الديفرنشال دياجنوز. نمره اتنين ان انا الانفستيجيشنز بتاعتي دي تعمل اسيسمنت للديزيز اكتيفيتي. انا ما بتكلمش على لوبس بس، انا بتكلم على اي مرض في الدنيا لازم الانفستيجيشنز بتاعتي نمره واحد تكونفيرم الدياجنوزز وتكسكلود الديفرنشال دياجنوزز. نمره اتنين تو اسيس السيفيريتي او الاكتيفيتي او الديجري بتاعت المرض ده. والمرحله الثالثه ان انا تو اسيس فور تريتمنت، يعني اشوف هل انا عندي كونترا انديكيشنز او انديكيشنز لعلاجات معينه او ادويه معينه او حاجات معينه هرجع اتابعها بعد العلاج وهكذا. ده مهم جدا في البروبلم سولفنج، مهم جدا في الروماتولوجي، مهم جدا في الميديسن، مهم جدا في الكلينيكال براكتس ليتر اون. لو انت اتعلمت القاعده دي از ريجاردز الانفستيجيشنز ليتر اون لما تبقى ان شاء الله فيزيشن كبير كده وقد الدنيا، هتبقى انت عارف كويس جدا جدا الجاستيفيكيشن بتاع الانفستيجيشنز اللي انت بتطلبها بيكون سببها ايه. نرجع بقى للحاله بتاعتنا، احنا عايزين نكونفيرم الدياجنوز. عشان نكونفيرم الدياجنوز يبقى عايزين نعمل انتي نيوكلير انتي بودي، وعايزين نعمل انتي دبل ستراند دي ان ايه، لان دول طبعا مهمين جدا. عايزين برضو اعرف هل انا عندي رينال افكشن ولا لا، يبقى هعمل كيدني فانكشنز وهعمل يورين اناليسيس عشان اشوف عندي يورينري سيدمنتس بتاعت بتاعت النفرايتس. وانا دلوقتي العينه دي سبيسيفيكالي عندها انيميا، فانا لازم اعرف هل ده اميون هيموليتيك انيميا ولا لا، يبقى هطلب طبعا اكمل بقيه السي بي سي بتاعتي واعمل ريتيكولوسيتيك كاونت واعمل سيدمنتيشن ريت واعمل توتال وديفرنشال وايت سيل كاونت. وبرده ما فيش مانع عشان عايز اشوف الهيمولوسيس ان انا برده اطلب مثلا البيليروبين التوتال والدايركت. غالبا طبعا هلاقي عندي اندايركت هايبر بيليروبينيميا، وممكن طبعا الاقي الحاجات اللي هي بتاعت التشو ديستراكشن زي ال دي اتش وزي اليوريك اسيد.
طبعا برضو هعمل الكومبلمنت 3 والكومبلمنت 4 عشان اشوف الكونسامبشن از ريجارد اللوبس. من الحاله دي احنا ايه البوسيبيليتيز بتاعت الانيميا في العينه دي؟ بقول لك منشن 3 possible causes of anemia on this case and how to prove each of them. طيب ايه الاحتمالات؟ الاحتمال الاولاني ان ده يكون immune hemolytic anemia اللي هو بارت من اللوبس اكتيفيتي نفسه. فنمره واحد في السي بي سي هلاقي نورموسيتك نورموكروميك انيميا. ليه؟ لان لسه ده ما لحقش انه يبقى كرونيك بلاد لوس ويبقى معاها ايرون ديفيشنسي. فهو اي هيموليسيس لسه جديد هيكون نورمو نورمو لان هو بيتكسر من ار بي سيز طبيعيه. نمره اثنين هيبقى عندي انكريز ريتيكولوسيتيك كاونت لان البوم مارو عندي شغال بزياده. وعندي زي ما قلت لحضراتكم اندايركت هايبر بيليروبينيميا بالاضافه طبعا ان ده بما ان هو اميون هيموليتيك انيميا يبقى هلاقي عندهم بوزيتيف كومبس تيست. الحاجه الثانيه ان هي تبقى انيميا اوف كرونيك ديزيز هلاقيها برضو نورمو نورمو ولكن هلاقي السيرم فيريتين بتاعها عالي. واخيرا خالص ممكن تكون ايرون ديفيشنسي انيميا وده لها عده اسباب. السبب الاولاني ان اللوبس نفسه ممكن يعمل جاسترايتس وايروجن زي ما هي عندها ماوث ألسر كده يبقى عندها ليجنز زيها بالظبط في الجاسترونتستينال تراك وممكن من خلالها ان هي تؤوز بلاد سواء من جاسترايتس او جاستريك ألسر او بيبتيك ألسر او مع الاستخدام بتاع الان سيد واحده بتقول لك انا مفاصلي وجعاني او بعد كده من التريتمنت بعد كده اللي هو مثلا ممكن يكون انكلودنج مثلا كورتيكوستيرويدز او حاجات بالشكل ده. كل ده طبعا هيعمل لها انجري على مستوى الجي اي تي. اشخص ايرن ديفيشنسي انيميا ازاي؟ الاقي طبعا السيرم ايرن قليل وكل الاستاديز بتاعت الايرن قليله زي الفيريتين وزي انكريز اوف التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي والترانسفيرنس ساتوريشن الحاجات دي كلها تبقى قليله بالاضافه ان طبعا ممكن الاقي اوكالت بلاد في الستولز بوزيتيف. طيب السؤال اللي بعد كده على الحاله ايه الحاجات التانيه اللي ممكن الاقيها ابنورمال في السي بي سي في العينه دي؟ طبعا ما ننساش انه العيانين بتوع اللوبس ممكن ما يبقاش فقط الار بي سيز هما بس اللي عندهم افكتد، بالعكس احنا عارفين كويس جدا ممكن يجي لهم لوكوبينيا، ممكن نلاقي عندهم ليمفوبينيا، وممكن نلاقي عندهم ثرومبوسيتوبينيا، وحتى دول اصلا موجودين من ضمن الدياجنوستيك كرايتيريا. نخش على طول على الحاله الثانيه، بس الاول عايزين نفكر بعض ان كان عندنا اولد كرايتيريا لللوبس اللي هي كانت سنه 97 ودي كانت ابديت من الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي اللي هي الاي سي ار اللي كانت عاملاها 82 اللي هي كانوا ال 11 ال 11 اللي احنا عايزين منهم اربعه اللي هي طبعا الميلر راش. لكن المهم جدا جدا الوصف ان الميلر راش ده حاجه كونستنت يعني مش انا بطلع في الشمس ولا في الحراره او لما الدنيا بتبقى حر خدودها بتحمر، لا دي مش ده ما هوش ميلر راش. اوفر ذا تشيك بونز اللي هو البترفلاي اريا وده عاده بيسبير النيزوليبيال فولد. الراش ده يعني زي بيبقى عامل زي الماسك الصغنن كده اللي حوالين الخدود والمناخير بس من غير ما ياثر على النيزوليبيال فولد. امال مين الراش اللي ممكن ياثر على النيزوليبيال فولد؟ اللي هو الراش اللي بعد منه اللي هو الديسكويد راش. الديسكويد راش ده بيبقى ريد اور فايوليشيس وعاده بيبقى ريزد وموجود في اي حته في الجلد يعني ممكن تلاقيه في الدراعات في الصدر في الرقبه في الوش في الجسم نفسه في الترانك في اي حته. ممكن يبقى اكيوت ممكن يبقى كرونيك. اكيوت يعني ممكن يجي ويروح وكرونيك يعني ممكن يفضل قاعد موجود. وسام تايمز بيبقى سكارنج يعني لو في حته فيها شعر مثلا الدقن ولا حاجه او الفروه الراس او حاجه بالشكل ده هيعمل سكارنج وعاده بيبقى بينس. بعدين عندنا سوري الفوتو سنسيتيفيتي ده بالظبط سكين رياكشن زي اللي بيجي للبيبيات كده اللي هو الحمو النيل. الفوتو سنسيتيفيتي دي برضو مش معناها ان انا اوبا ايه ده اطلع في الشمس ما اقدرش افتح عينيا، لا ده كده مش فوتو سنسيتيفيتي. الفوتو سنسيتيفيتي از سكين رياكشن. الفوتو سنسيتيفيتي مش ان هي ما تقدرش تفتح في الشمس، لا الفوتو سنسيتيفيتي ده سكين رياكشن للسان لايت او السان لايت اكسبوزد ارياز اللي هي الوش الدراعات لو كانت مكشوفه الفي شيب اريا بتاعت التشيست الرقبه
وبيبقى مانيفستد براش زي ما بقول لحضراتكم، بيبقى محبب كده صغير خالص خالص شبه الحمونيل اللي بيجي للبدايات مع الحر والعرق. رابع حاجه من الميكوكوتينيوس هي الاورال ألسرز، ودي زي الحاله بتاعتنا ان يبقى فيزيشن اوبزيرفد، او يعني ممكن ساعات العيان يشتكي منها انه يعني شايفها، لكن هي يوجوالي بتبقى بينلس، فغالبا العيان ما بيشوفهاش وغالبا الدكتور هو اللي بيشوفها، ودي مختلفه عن الافثس ألسرز اللي هي بتكون بتوجع جامد جدا. اذا ادي الميلر راش، ادي الديسكويد راش، ادي الفوتوسنسيتيفيتي، وادي الاورال ألسر. نخش بعد كده على الاورجانز. عندي ارثرايتس وسيروسايتس. ارثرايتس اللي هو افكتنج تو اور مور اوف بريفرال جوينتس، وعاده دول بيبقوا نون ايروسيف نون ديستراكتيف، يعني بعد ما يتعالج ما يعملوش ديفورميتي زي الروماتويد ارثرايتس. وبعدين السيروسايتس دول يا اما على شكل بلورايتس يا بريكارديتس بكل الكرايتيريا بقى بتاعتهم، التشست بين والافيوجن والاي سي جي تشينجز والسي تي والاكس راي فايندنجز، بلورايتس وبريكارديتس بحق ربنا يعني. وبعدين عندي بقى الرينال افكشن، وده حاجه لوحدها خالص لدرجه ان هي في انتيتي كامله اسمها اللوبس نيفرايتس ومتقسمه الى كلاسز. وعندي طبعا النيورولوجيك افكشن اللي هو يا اما على شكل سيجرز او على شكل سايكوزيس، واخيرا الجزء اللي هو بتاع المعامل اللي هو هيماتولوجيك ديس اوردرز زي ما احنا قلنا هيموليتيك انيميا بريتيكولوسايتوزيس او لوكوبينيا او ليمفوبينيا او ثرومبوسايتوبينيا، وزي ما حضراتكم شايفين ان هم لازم ان مور ذان تو اوكيجنز، وكمان بروفايدد ان ما يبقاش عندي اوفندنج دراج. الحاجات البوزيتيف انتي نيوكليير اللي هي نمره 11 دي لوحدها كرايتيريا، والحاجات الثانيه اللي هي الانتي دبل ستراندد والانتي سميث والبوزيتيف زي الانتي فوسفوليبيد وخلافه دي بكرايتيريا. دي كانت القديمه. وقال لك ان دول عايزين 4 من 11 كرايتيريا، ويعني ده كان اللي موجود قبل كده. طيب سنه 2012 اتعمل كده حاجه اسمهم السيستميك لوبس انترناشونال كولابريتنج كلينكس، او اللي هي اسمها السليك. فقال لك ده الاي سي ار برغم انه عدل سنه 82 عدلها سنه 97، رغم انه عمل التعديلات دي، انا ما اقدرش ان يجي لي عيانه بنفرايتس وعندي بايوبسي بروفن انها لوبس نفرايتس ومش مكمله 4 كرايتيريا وما اقولش عليها لوبس. فابتدت الخناقه الاولانيه. الخناقه الثانيه قال لك ان في حاجات كتيره جدا كونديشنز مهمه جدا جدا ساعات، يعني مثلا ساعات في ماكيولو بابرا راش، مثلا في حاجات تانية ممكن يبقى فيها بوسيبل دوبليكيشن زي ميلر راش وفوتو سنسيتيفيتي. انا هحسب دول باثنين واللوبس نفرايتس هحسبها بواحد. في حاجات كتيره بيحصل في النيورولوجي زي مثلا ترانسفيرس مايلايتس زي انكريز انتراكرينيال تنشن، دول ما بيجوش بسيجرز وما بيجوش بسايكوزس. فقال لك لا، يبقى احنا دلوقتي محتاجين عدوته جديده فسموها السليك كرايتيريا، ودي اتعملت سنه 2012. وقالت لك ساعتها ان انا عندي كلينيكال فيتشرز ودول 11، وعندي ايمونولوجيك فيتشرز، وقال لك انا يعني هنقي شويه من دول وشويه من دول، اللي هو انا محتاج ان انا يبقى عندي على الاقل 4 فيتشرز من كل الهالومه الكبيره دي، على الاقل منهم واحده كلينيكال وعلى الاقل منهم واحده ايمونولوجيك، او لو انا عندي بس بايوبسي بروفن للوبس نيفرايتس ومعاها انتي نيوكلر انتي بودي او انتي دبل ستراند انتي بودي هعتبر ان ده وان بوزيتيف. طب الكلينيكال فيتشرز قال لك ايه؟ انا هجمع كل الاكيوت كوتينيوس مع بعض بوان كرايتيريا اللي هو الماكيولو بابيلر لوبس راش، الميلر راش، الفوتو سنسيتيفيتي لوبس راش، اللي مش عارف بولي سايكليك راش، كل ده ومع الحاجات الكرونيك زي الديسكويد راس زي الميوكوزا اللوبس زي دي واحده ودي واحده. بعدين اورال ونيلزال الالسرز دي ثلاثه، نون سكارنج الوبيشيا اللي كانت مش موجوده في الكرايتيريا قبل كده وكنا بنشوفها في كل الحالات بقت كرايتيريا، ساينوفايتس
دي موجوده من زمان، وسيروسايتس موجوده من زمان، ونيفرايتس موجوده من زمان، والنيورولوجيك دخل فيها اذرز يعني سيزر زيجوز واذرز موجوده من زمان. هيموليتيك انيميا بقت لوحدها، ولوكوبينيا وليمفوبينيا بقت لوحدها، وثرومبوسايتوبينيا بقت لوحدها. يعني الهيماتولوجيك اتفصصوا بقى ثلاثه كرايتيريا تكفيني منهم ان يبقى معايا حاجه واحده بس، يا اما حاجه واحده كلينيكال ومعايا ثلاثه معامل، يا اما معايا واحده معمل وثلاثه كلينيكال. ايه الحاجات المعامل؟ ايه اللي هو الانتي نيوكلير انتي بودي، هاي كونسنتريشن، اي انتي دبل ستراند دي ان ايه، انتي سميث، انتي فوسفوليبيد، كومبلمنت 3 وكومبلمنت 4، دايركت كومب. انا كده عندي ست تحاليل او ست حاجات معمليه، اي حاجه فيهم لو موجوده ان شاء الله واحده بس فيهم مع الثلاثه كلينيكال فيتشرز انا هقول ان دي لوبس. فاصبح السليك كرايتيريا عايز 4 من 17 مش 4 من 11، بشرط انه واحده فيهم تبقى كلينيكال واحدة فيهم تبقى لابوراتري، او ممكن اقفل على الليله دي خالص لو لقيت عندي بايوبسي بروفن لوبس نيفرايتس. الاب تو ديت يقول لك ان الديفينيت لوبس هو الناس اللي مجمعه 4 كرايتيريا بالسليك او 4 كرايتيريا بالاي سي ار القديمه، خلاص انا هعتبر ده ديفينيت لوبس. طب قال لك ايه البروبابل لوبس؟ البروبابل لوبس اللي يبقى مثلا واخد 3 في ده او 3 في ده. طب قال لك في حاجات مثلا سترونج ايفيدنس ممكن تبقى داخله معانا، زي مثلا اوبتيك نيورايتس، جلوميرولا هيماتوريا، نيمونايتس، مايوكاردايتس، فاسكولايتس، رينولدز فينومينا، اكيد فيزر اكتنس، يعني زي الاي اس ار والحاجات بالشكل ده. كل الحاجات دي هتبقى معايا بس مش مكمل الاربعه كرايتيريا، هعتبرها بروبابل لوبس. بوسيبل لوبس بقى لو هي حاجه عندي واحده بس من الاي سي ار او سليك كرايتيريا، بالاضافه الى 1 اور 2 اوف الاذر فيتشرز اللي انا لسه قايلها لحضراتكم دلوقتي، اللي هم قالوا ان هي ليها اسوشيشن مش بطال مع اللوبس. او لو ما لقيتش الكلام ده، او لقيت 1 كرايتيريوم بس ومعهاش الحاجات التانيه، او مش ماتشنج القصه دي، وحتى مانيش قادر اوفقها على حاجه، ممكن عليها اقول عليها اندفرنشيتد كونكتيف تيشو ديزيز، وده التعريفات الجديده. نخش بقى على الحاله الثانيه. دي فيميل 24 سنه عندها بريكورديال بين، البين ده بقى له اسبوع، انترميتنت ات فيرست بات ناو نيرلي كونتينوس. البين ابير تو بي ايكينج اند سنترال سام تايمز وورس اون لاين فلات سام تايمز وورس اون انسبيريشن. يبقى دي عندها سنترال بريكورديال تشيست بين، او يعني بريكورديال تشيست بين قصدي، يعني كان في الاول بيروح ويجي ودلوقتي بقى كونتينيوس، فاكيد ده مش اسكيميك هارت، لان مش معقول يعني بيروح ويجي ماشي ممكن اسكيميك هارت، بس دلوقتي بين بقى كونتينيوس، مفيش اسكيميك هارت، البين بتاعه بيبقى كونتينيوس. العينه دي كان عندها بروجريسيف شورتنس اوف بريث بارتيكولري اون لاين فلات، شي سفر فروم رينولدز فينومينا اللي احنا قلنا عليها ان هي من الحاجات اللي ممكن تبقى اذر سيمتومز اسوشيتنج، بتر فلاي راش ادي كرايتيريا، اورال ألسر ادي كرايتيريا، ارثرالجياز دي كرايتيريا بانترميتنت فيفر. لما عملنا اكزامينشن لقينا عندها بيريكارديال راب، يعني طلع عندها بيريكاردايتس، يبقى ادي كده سيروسايتس، يبقى كده قفلت. ده مش بس كده، كمان الهيموجلوبين بتاعها قليل 10 ونص، وكمان التي ال سي كاونت بتاعها قليل 3 و4، والاي اس ار عالي في السما 99 مليون. الروماتويد فاكتور بتاعها كان نيجاتيف، والتشيست اكس راي كان موري كارديومتري. تمام، ايه الاسئله بتاعتنا؟ ايه الموست لايكلي دايجنوزز؟ ان دي لوبس ومعاها بيريكارديال افكشن او بيريكارديال افيوجن، يعني بيريكاردايز بيريكارديال افيوجن. وقال لك ايه الاربعه كرايتيريا اللي موجوده في العينه دي؟ اذا عندي الميلر راش، عندي الاورال ألسرز، عندي السيروسايتس، وعندي اللوكوبينيا. عايزين اتنين انفستيجيشن عشان نكونفيرم الدايجنوزز، هو قال لك هنا اتنين انفستيجيشنز، يبقى انا عايز طبعا انتي نيوكلير انتي دبل ستراندد، او كومبلمنت 3 كومبلمنت 4، او يورين، او كمان ايكو كارديوجرافي عشان اكونفيرم وجود الكارديال افيوجن. دي الحاله الثانيه، طبعا مرينا عليها بسرعه على اعتبار ان احنا طبعا استفدنا في اللوبس. ناخد الحاله الثالثه. دي عيانه 28 سنه عندها بافنس اوف ذا اي ليدز،
وعندها اديما للور ليمز بقالها شهرين. البيشنت واز دايجنوزد از سيستميك لوبس من حوالي سنه، وكان التشخيص دون بسبب ان هي كان عندها ميوكوكوتينيوس اند ماسكولوسكليتال مانيفستيشنز، اتشخصت في هذا التوقيت على انها لوبس من سنه. الاكزامينيشن بتاعها طلع ان هي فيها ميلر راش وتندر ميتاكاربوفالينجال جوينتس وريستس ونيز اون بوث سايدز، وضغطها كان عالي 170 على 110. تمام، يبقى العيانه دي ضغطها عالي ومورمه وعندها بافنس اوف اي ليبز، يعني غالبا بنتكلم على رينال اديما افكتنج اهو الاي ليدز ومعاها اللور ليمب اديما، وهي اوريدي كانت متشخصه لوبس ودلوقتي عندها ارثرايتس وعندها غالبا نفرايتس. اذا عايزين نكسبلين ان العيانه دي عندها نفروتيك سندروم سكندري للوبس، اللي هي نفريتيك ونفروتيك. ليه بقى قلنا نفريتيك ونفروتيك؟ قلنا نفريتيك علشان خاطر ضغطها عالي، ونفروتيك علشان خاطر طبعا العيانه مورمه. خلاص، يبقى دي نفريتيك نفروتيك، يبقى ده اكتيف جلوميرولونفرايتس. غالبا بقى طبعا هنعوز نعمل طبعا ليها انفستيجيشنز تاني. ايه بقى الانفستيجيشنز؟ اليورين اناليسيز والسيرم البومين وال 24 اور يورين بروتينز والكرياتينين والكومبلمنت 3 و4 وبروثرومبين تايم وكونسنتريشن، عشان غالبا دي اعمل لها رينال بيوبسي وسي بي سي وسيدمنتيشن ريت، واعمل لها بعد كده الالترا ساوند واعمل لها الترا ساوند جايدد رينال بايوبسي. تمام؟ ايه البلان بتاع التريتمنت؟ يا جماعه لما نقول بلان اوف تريتمنت ما نخشش كده مدب يعني وندش على طول الكلام. اصلا ده التريتمنت بلان بتاعي لازم الاول كلمه اقولها ديبند على الرينال بايوبسي. وانت يا باشا مش دبيت ابره في جنبها وخدت منها رينال بايوبسي وبعتها للباثولوجي عشان يعملها اسيسمنت، انت بتعمل كده ليه؟ unless ان انت هتقول ان ده هي influence التريتمنت بتاعك. اذا العلاج بتاعها according للكلاس اوف اللوبس نفرايتس بتاعها غالبا هيكون بستيرويدز وايميونو سبريسنت زي الازاثيوبرين والسايكلوفوسفالامايد. داياليسس طبعا لو عندي رينال فيلير، هنكنترول البلاد بريشر بتاعها بالاربز او الايس، ويبقى دي الحاله الثانيه بتاع الحاجه الحاله الثالثه. خش على طول على الحاله الرابعه عشان الوقت. دي فيميل 23 سنه بريزنتد ويز جراد وان اونس اوف بين ان بوث هاندز اند فيت اوف 2 مانث ديوريشن is associated with morning swelling and stiffness that lasts for 2 hours. يبقى انا ده عندي كده بولي ارثرايتس وافكتنج سمول جوينتس اوف ذا هاند. وولت ارثرايتس ليه؟ عشان الجوينت بتورم، وفي نفس الوقت عندها مورنينج ستيفنس بيقعد اكتر من ساعتين، والقصه دي بقى لها شهرين. 1 ويك بيفور البيشنت كمان نوتست ان عندها نامبنس في الرايت هاند، يعني الرايت هاند عندها بتنمل جامد جدا. تمام؟ طيب ايه البروفيشنال دايجنوزز بتاعنا؟ البروفيشنال دايجنوزز ان دي غالبا حاله روماتويد ارثرايتس، والنمبنس اللي في ايدها ده قد يكون كاربال تانل سيندروم، اللي احنا عارفين جدا ان هو مشهور خالص خالص انه ممكن ياسوشيت مع القصه دي. ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ هو الديفرنشال دايجنوزز بتاع البولي ارثرايتس زي اللوبس زي الفيرال اسوشيتد زي السي والبي والاتش اي في والاكتف ارثرايتس، كل دول طبعا يخشوا في الديفرنشال دايجنوز. والسورايتك على فكره كمان ارثرايتس. ايه الكوز اوف نمبنس؟ كاربال تانل، خلاص احنا قلناه. الانفستيجيشنز اللي عايزين نعملها للعيان دي زي ما انا قلت، اي تفكير في حاله انا بعمل انفستيجيشنز ليه؟ واحد عايز اكونفيرم دايجنوز، اثنين عايز اسس سيفيريتي او اكتيفيتي، ثلاثه عايز اسس كومبليكيشنز او انا هدي علاج هيعمل ازاي، هدور على سايد افكتس، يعني عايز اامن نفسي بان انا هطلب ايه. اذا تو كونفيرم الدايجنوزز هطلب الروماتويد فاكتور والانتي سي سي بي، عشان اشوف الاكتيفيتي هطلب الاي اس ار والسي ار بي، عشان تو مونيتور التريتمنت واسس كومبليكيشنز هطلب لها بقى طبعا ليفر وكيدني فانكشنز، وطبعا بالاضافه الى السي بي سي. تمام؟
ايه اللي سجست ذا تريتمنت اوف ذيس كيس؟ دي عيانه طبعا روماتويد ارثرايتس، يبقى التريتمنت هي انكلود طبعا انسيدز في البدايه، ولكنها مش حاجه يعني دي بس فور بين. طبعا هندي طبعا ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز اللي هي الديمارز زي الميثوتريكسيت والليفلوناميد، دول اشهر اثنين. وطبعا هدي ستيرويدز بس كبريدجنج على اساس ان هو بيشتغل بسرعه لغايه لما الديمارز تبتدي ان هي تشتغل. ممكن فهديها بلو دوز لغايه لما تشتغل عشان كده سموها بريدجنج. لو هي ريزيستنت او في فيري سيفيرلي اكتف او هايلي اكتف ديزيز، يبقى هندي طبعا البيولوجيك ثيرابيز. وحالات كتيره جدا دلوقتي وفي ريكومنديشنز كتيره جدا دلوقتي ان انا ابتدي البيولوجيك ثيرابي بدري جدا علشان خاطر اغير الديزيز بروجريشن وما يحصليش الكومبليكيشن بتاع الديفورميتيز اللي حضراتكم عارفينها. طيب ايه بقى الكرايتيريا بتاعت الروماتويد؟ برضو نفس القصه، زمان كان في عندي الاي سي ار كرايتيريا القديمه اللي هم 4 من 7 اللي هي بتاعت المورنينج ستيفنس والارثرايتس في 3 او اكتر جوينتس في الهاندز او السمول جوينتس اوف ذا هاندز اند ريست، وسيمتريكال يعني على الناحيتين، دول اللي هم الاربعه اللي في الايد بالاضافه لثلاثه تانيين اللي هم طبعا الروماتويد نوديولز والروماتويد فاكتور والراديوجرافس. الكلام ده قديم جدا، وطبعا ده منظر النوديولز، احنا الكلام ده قلناه كل يوم الاحد، وقلنا ان هو اصبح الجديد دلوقتي ان انا عندي حاجه اسمها الاي سي ار كرايتيريا اللي هي زي ما هي يعني زي ما يعني زي ما حصل تعديل اللي هي السليك كرايتيريا 2012 على اللوبس، برضو الاي سي ار كرايتيريا عدلت سنة 2010 وعملت سكورينج سيستم انا محتاج اجيب منه 6 نقط من 10 اللي هو الجوينت انفولمنت، 1 لارج جوينت جوينت بزيرو، 2 ل 10 لارج جوينتس ب1، 1 ل 3 سمول جوينتس لوحدهم بس 1 تو 3 سمول جوينتس بنقطتين، 4 ل 10 ب3 واكثر من 10 جوينتس ولو فيهم واحده بس سمول، دول ب5 نقط. في السورولوجي روماتويد فاكتور وانتي سي سي بي نيجاتيف بزيرو، لو تتر لده او ده هيتحسب ب2، هاي تتر لده او ده هيتحسب ب3، الاي اس ار والسي ار بي لو ني... لو زي لو لو نورمال بقت زيرو، لو عاليين يبقى ب1، والسيمتوم ديوريشن لو 6 اسابيع اقل من 6 اسابيع بيبقى بزيرو، لو اكتر من 6 اسابيع ب1. عشان كمان نتفادى فكره ان كانت الاولد كرايتيريا بتقول لك ان لازم الحاجات دي تقعد اكتر من 6 اسابيع، فكان بيحصل انه يحصل جوينت ديستراكشن ويحصل بعد كده ديفورميتيز. قال لك لا يا باشا، انا دلوقتي عندي بيولوجيك ثيرابي ببتديها از ايرلي از بوسيبل علشان خاطر ما يحصليش اي سورت اوف ديفورميتي، فانا يعني عايز طريقه تمكنني ان انا اشخص قبل 6 اسابيع. فقال لك يا باشا اهو لو 6 اسابيع وزياده هندي درجه، لو ما فيش يبقى مش محتاجين القصه دي، هنحسبها بزيرو ويبقى كفايه علينا ال6 درجات من الحاجات التانيه. تمام. الكيس الخامسه 56 يير اولد دايابيتيك جنتل مان بريزنتد ان ذا ايمرجنسي روم وذ اكيوت اونست اوف اجونايزنج بين ان ذا ليفت فور فوت، فور فوت قصدي يعني في صباع رجله الكبير او في يعني في القدم من قدام كده. 1 ويك بيفور ذيس بريزنتيشن بيشنت واز ديسكفرد هايبرتنسيف، ده عيان دايابيتيك و56 سنة وجايب وجع فظيع جدا 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 في القدم من قدام بتاع رجله الشمال، وكان من اسبوع اتشخص انه هايبرتنسيف وخد دايوريتيك اللي هو سايازايد، والاكزاميشن ريفيلد سوولن ريد تندر ليفت فوت اكستندنج تو ذا انكل وذ ليميتيشن اوف موفمنت. تمام. ايه الموست بروبابل دايجنوزز والديفرنشال دايجنوزز؟ الموست بروبابل دايجنوزز بالنسبه لنا طبعا ان دي حاله جوت، وده اكيوت جوتي ارثرايتس بريسيبيتيتد باي الريسنت سايزايد انتيك. الاذر بوسيبيليتيز ده عيان دايابيتيك، الامر ما يخلاش ان يجي له سيبتيك ارثرايتس، والامر ما يخلاش انه يجي له سيليولايتس. هفرق بينهم ازاي؟ هعمل ازاي؟ هاخد ساينوفيال فلويد. الساينوفيال فلويد دي هشوفها في تحت الميكروسكوب عشان اشوف اللي هو الانتراسيلولاريت او جاوتي كريستالز، واعمل لهم جرام ستين وكالش عشان اكسكلود السيبتيك ارثرايتس، واشوف اللي هي بالبولارايزد لايت مايكروسكوبي اللي هو البايفرنجنس ده اللي انتوا عارفينه، واعمل اكس راي فوت، واعمل اي اس ار، واعمل لوكوسيتيك كاونت، واعمل كمان دوبلر لو انا شاكك ان عندي دي في تي او اكستندنج كاونت.
ايه اللي بريسيبيتيتد القصه دي؟ هو الانتي هايبرتنسيفز. فالريكومنديشن بتاعتي طبعا ان انا ابدل السايزايد بتاعه ده، خصوصا انه العيان دايابيتك، ابدله بايس او اربز علشان هو ده السيف في انتي هايبرتنسيف دايابيتك. اعالجه ازاي؟ انفستيجيشن، لو بروفد ان هو عنده جاوت يبقى هدي ان سيدز، واللي بيبقى بيجيب نتيجه كويسه جدا جدا في الاكيوت جاوتي ارثرايتس هو طبعا الكولتسين. اوعوا يا جماعه تدوا الحاجات الريكوزوركس والالوبيورينو والحاجات دي في اكيوت جاوتي ارثرايتس، لانها طبعا هتعمل اكيوت يوريت نفروباثي، ودي طبعا ممكن تعمل رينال يعني امبيرمنت فظيع. ونوقف طبعا الثايزايد لو سيبتك ارثرايتس او سيليولايتس، لو سيبتك ارثرايتس هعمل درينج، لو سيليولايتس هدي طبعا البروبر انتي باونس. تمام كده احنا خلصنا الحالات. هاخد معاكم كده 2 3 ام سي كيو في السريع. دي 24 سنه بهيستوري اوف لوبس بريزنتد ب بريجننت، ده اول بريجننسي 7 شهور، وعندها انترميتنت ابيسودز اوف هيديك واسوشيتد بنوزيا وفوميتنج اوفر الباست ويك، واللوبس بتاعها ويل كنترولد على لو دوز بريدنيزون. بالاكزامينيشن لقينا ان ضغطها 125 على 80، واليورين اناليسيز والكرياتينين كانوا كويسين، والانتي رو والانتي لا والانتي فوسفوليبيد والحاجات دي كلها طلعت نيجاتيف. توداي ضغطها بقى دول كان في اول بريكنس، دلوقتي لقينا ضغطها عالي بقى 135 على 85، وكمان الكريات بتاعها عالي بقى 1.7، وكمان اليوريناليسيس بتاعها بقى موري بروتونوريا واريثروسايت واريثروسايت باس، البلاد كاونت والليفر فانكشنز كانوا نورمال، لكن الكومبلمنت بتاعها كانوا قليلين. السؤال ايه الموست ابروبريت نيكست ستيب اوف مانجمنت؟ هي اوريدي بتاخد ستيرويدز، هل ادي ازا سيوبريم سايكل فوسفامايد، اعمل سيزيريان سيكشن، ادي مغنيزيوم سلفيت، ولا ادي ميثوتريكسيت؟ طبعا ميثوتريكسيت ملناش دعوه، ده بتاع الروماتويد. مغنيزيوم سلفيت ده طبعا انتوا عارفين ده بتاع الاكلامسيا. امرجنس سيزيريان سيكشن ده لو السيتويشن بتاعنا سيفير جدا ولايف ثريتنينج. اذا انا دلوقتي واقف ما بين الازاثيوبريم وسايكلوفوسفامايد، الاجابه بتاعتي مين فيهم اللي سيف في البريجنسي؟ هو ده اللي هديهم، يبقى الاجابه ازاثيوبريم. تمام. السؤال الثاني، 55 سنه عندها 2 ويك هيستوري اوف بين وستيفنس في الهير شولدر والريست، سيمبتومز امبروف اوفر ذا داي، في الاكزامينشن عندها ساينوفايتس اوف بوث ريست وبروكسيمال ماسل ويستنج، والاي اس ار بتاعها 40، ده المنظر بتاعها، عندها ساينوفيال ثيكننج، وبتقول لك انا روماتويد ارثرايتس يا دكتور، فاذا التشخيص بتاعنا روماتويد ارثرايتس. 55 سنه راجل جاله برضه سيفير بين في الرايت بيك 2، خلاص احنا لسه شايفين شبه الحاله بتاعتنا اللي هي بتاعت الجاوت. اكزامينشن لقينا سويلنج في الميتاكارب وفالنجال جوينت اوف الرايت هالوكس والسراوندنج سكين اريثيمتس، والانفستيجيشن طلعت ان انا عندي وايت سيل كاونت عالي وليفيتد سي ار بي. ادي منظر صباعه اهو وهو محمر ووارم زي ما انتم شايفين رجله ايه. تمام. ايه الدايشوت دايجنوز؟ الجاوت دايجنوزز لازم اخد ساينوفيال فلويد واسبيريشن واشوفها تحت الميكروسكوب. خلاص يبقى لازم اعمل جوينت فلويد اسبيريشن واشوفها تحت الميكروسكوبي. شكرا جزيلا لحضراتكم، المحاضره بتاعت النهارده دي وكل المحاضرات بتاعتنا ان شاء الله باذن الله حضراتكم هتلاقوها متسجله على اليوتيوب شانل بتاعتي اللي هي محمد نجيب ويفي دي، اتمنى ان حضراتكم تزوروها، وشكرا جزيلا لحضراتكم. Thank you very much.